نعم. أيضا خبر في هذه الجولة نطالعه من موقعنا على الإنترنت، نقرأ: تعاون سوداني فرنسي لتحسين نسل الضأن. كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني الدكتور عالم الدين عبد الله بشر عن تعاون مع القطاع الخاص في مجال تنمية صادر الحيوان وتحسين نسل الضأن الصحراوي عبر التجارب البحثية. والتقى الوزير مع وفد شركة فلوتريز الفرنسية للحلول المتكاملة برئاسة جون جوكس مدير تنفيذ المشروع. وقال عضو وفد الشركة دكتور أحمد إبراهيم إن تعاون ودعم الوزارة تكلل بنجاح التجربة التي أدت إلى تحسين اللحوم في زيادة إنتاجها وجودتها إضافة إلى تحسين الجلود، مؤكدا أن التجربة في طريقها للتطبيق بغرض الصادر. وأشار لاهتمام الحكومة الفرنسية والقطاع الخاص الفرنسي بتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية خاصة تحسين نسل الضأن الصحراوي. أوضح دكتور إبراهيم أن فرنسا قدمت مساهمة لإنشاء معمل بيطري بتكلفة 400,000 دولار معلنا عن بشريات لتنمية القطاع وخلق فرص كبيرة في مجال تحسين نسل الضأن والمساعدة في الدخول في الصناعات التحويلية للجلود، وأمن اللقاء على الإسراع في إنفاذ مثل هذه المشاريع من أجل الصادر لرفض الخزينة بالعملات الصعبة. يعني الماشية في قطاع الماشية في السودان فرص كبيرة جدا يعني، لكن المتابع لهذا القطاع يحس أن هذه الفرص مهدرة. مثل هذا الخبر يدعم فكرة تجويد هذه المنتجات وأيضا توطئة لفكرة الصناعات التحويلية التي كان تحدث عنها رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. وأنا بفتكر يعني في عدد، لو الناس لاحظوا في ضوضاء كثيرة حصلت في عدد من القرارات، مثلا وقف صادر الماشية، وقف صادر الفول السوداني. أنا بفتكر أنه يعني في ظلال إيجابية كبيرة جدا خلف هذه القرارات. الماشية في السودان عندها مشكلتين: مشكلة التربية الداخلية متروكة كيف ما تشاء وبأي طريقة، ماشية الألبان أو ماشية اللحوم أو كذا، والتصدير أيضا متروك. يعني إحنا كثير جدا صدرنا لكثير من الدول فاكتفت من نصدر الإناث ونصدر، يعني في فوضى في هذا المجال. الحديث اللي كان نتكلم عنه رئيس الوزراء هو أنه إحنا يجب أن نصدر اللحوم الجاهزة، يعني لأنه أنت الماشية هنا ممكن تطلع منها أشياء كثيرة، وممكن 11 منتج، يعني إذا كان المنشط الرئيس في الصحف تلك الأيام 11 منتج ممكن تطلع من هذا المشهد. أنا أفتكر أنه فرنسا عندها تجربة في، يعني هي كويس أنه مدخل الشركة دي، نحن نتمنى من وراه تدخل وكالة التنمية الفرنسية، والفرنسيين عندهم تجربة ريكورد يعني عالمية في بالذات في حتة الألبان ومنتوجات المختلفة. يعني حتى الإخوة في شمال الوادي أغلب صناعاتنا التحويلية في الألبان والبتاع هي تحت الأجبان تحديدا، يعني تحت الجبن الفرنسي ده، تحت الشغل الفرنسي. الآن مصر ورغم أنه هي في مجال الماشية وكذا ما في علاقة، يعني السودان أوسع بصورة كبيرة، لكن الفرنسيين ناشطين هناك. هنا الفرنسيين دخلوا في الفترة السابقة بصورة شخصية في بعض الشركات، ما دارين نذكرها عشان ما تبقى عائلة يعني، لكن أنا بفتكر أنه ده يعني دي دفع الخير، يعني أنه مدخل للفرنسيين ومدخل ليهم إذا استلمونا بس الصناعات التحويلية بتاعت الألبان أجبان تحصل فائدة كبيرة. قانون الاستثمار دور وين في الحلقة دي؟ يعني ممكن يكون يعني ترس رئيسي في الموضوع ده. أنا أفتكر أنه الآن الناس القائمين على الاستثمار وقانون الاستثمار والموظفين الحارسين قانون الاستثمار وكذا، يعني أفتكر أنه هم يعني بيقوا مضغوطين. أنا أخشى أنه المسألة تتجاوزهم، يعني يسبقون بعد شوية، مع أنه القانون الاستثمار ظل هو المعوق في الفترة الماضية، لكن الآن إذا لم يعني يعجل بأنه يكون في قوانين مريحة تحكم العلاقة بين الولايات والعلاقة بين المركز والعلاقة في أشياء كثيرة جدا، إذا ما أصلحت المسألة حتتجاوزها، لأنه في رغبة كبيرة جدا من العالم مساعدتنا. وفي ناس كثيرين لاحظوا حتى في الفترة الأخيرة حتى أمريكا والغرب وبتاع والاتحاد الأوروبي بدوا يتحركوا، لأنه شافوا أنه السودان إذا خليته في حتة دي وحيرتد لصورة أسوأ من ما أنت كنت تتوقع. أستاذ الشيخ، يعني الأمر لم يقف فقط عند تحسين نسل الضأن وامتد لدعم آخر، يعني هذا الخبر يتحدث عن 400,000 دولار لإنشاء عيادات البيطرية وأيضا لتحسين كثير جدا من الخدمات التي تهم الثروة الحيوانية، برضو انعكاسه على الواقع والمشهد الاقتصادي السوداني كيف يكون؟
انعكاس المسألة بعد ده، يعني ده معمل بيطري وده الضان أو الماشية الصحراوية اللي عندنا البلدية يعني وغيرها، المسألة هتبقى يعني هتحرك صغار المزارعين أو صغار الناس المربية الماشية، وهيستفيدوا استفادة كبيرة جدا جدا من هذه المسألة في تهجين الماشية، في الاهتمام بها. الآن الصحاري السودانية مليئة بأنواع الماشية، ينفق ما ينفق ما نخلينا على ربنا. فأنا أتوقع أنه الموضوع ده هيعقبه، يعني أول حاجة هيشكل نقلة في طريقة تربية الماشية، وهيكون في سقاء يعني تثقيف وإرشاد لصغار المزارعين. وليه قدام دين برضو هيتخطوا التجربة اللي حدثت عنها قبل شوية بتاعت الألبان في مصر دي، أو سواء كانت حتى في فرنسا نفسها، أكثر ناس استفادوا منها صغار المنتجين. نعم، وأنا بفتكر أنه هو ده مدخل لأنك تخليت أنت الناس بتنشي بيئة، يعني بنية تحتية كبيرة بتكون مناسبة للجميع. مثلا البيطرية عندنا فيها مشكلة الآن، التعامل مع الـ يعني علاقة الحيوانات المواشي بالبيطرة شغل شوية كده بدائية لعدم الإمكانات، شغل أهلي كده. وإضافة الأطباء البيطريين هم نفسهم يعني قد يكون قليل جدا، وثقافة يعني ثقافة الطب البيطري في مجتمعنا السوداني قد لا تتوفر كثيرا، خاصة في مناطق مختلفة وإلا في قطاعات منظمات معينة تمر بعرباتها المختلفة للتضعيم والتلقيح أو غيرها. وده برضو هسه كده حيوفر وظائف في ناس كثيرين جدا، تخرجوا خريجي كليات البيطرة قاعدين لافين يعني.